لا اهلا ولا سهلا، من النهارده انا القرصان، قرصان واصحابي كمان معايا قراصنه، كلنا كده هنبقى شله بلطجيه. احنا واقعين في منطقه لبش ومكان لازم تبقى فيه يا اما جامد يا اما الناس هتاكلك. من الاخر كده احنا مع بعض، وطول ما احنا متحدين متحدين يا رجاله، متحدين مش هنموت بعض، متحدين يا رجاله. بلاش الباور العنيف اللي انتوا فيه ده، علينا ندافع عن نفسنا. ايوه دي وقفه الدفاع عن النفس. ما تقلقش تقلقش، ده انا عادي كده بتلبس كهربا. خلاص خلاص خلاص، انا مش بتكهرب تاني خلاص يا جدعان. احنا مش فاهمين اي حاجه في العالم ده غير ان احنا في عالم القراصنه بتاع وان بيس. ومن الاخر كده زي ما انتم عارفين ان احنا بنحب نخش اي حاجه نختمها، فداخلين نختم اللعبه دي. ربنا يستر ونلحق نختمها في حلقتين ثلاثه. ومعانا البلطجي الكبير الاخ مودي. يا باشا يا باشا، هقتل لك اي حد هنا يا باشا، اي حد اعوضه لك هنا. قلق قلق طبعا، لو قلنا الشقاوه لازم يجي فيها شريكه. وصغير اللي فينه نحب نبارك له على الجهاز الجديد. ويلكم يا معلم، خش يا باشا خش. وسنوشه غير اللبس بتاعه وبطل يبقى سنشي كودو، مش عارف سنشي بيعمل ايه، بس يعني هنعرف هنعرف، هو شكله اتلبس كده. مبدئيا احنا واقعين على جزيره كبيره جدا، كل اللي فيها راجل من هناك كده هناخد منه الكوستات. وطبعا بما اننا قرصنا قررنا نكسر الدنيا وناخد اي حاجه بلا رحمه. وبعد ما بناخد الكويست ونخلصه، المفروض ان احنا نروح نشتري من عند الناس اللي هنا دي كده في اول جزيره، عشان يعني نطور نفسنا. معرفش لسه عندهم ايه، بس سيبك من كل ده، في الاخر هنروح نركب مركبه من هنا ونروح على جزيره من الجزر البعيده اللي هناك دي. اخويا يا كابتن، ده سرقوا من انهي محل ده؟ ده من بوتيك ده يا معلم صح؟ انا قتلت وحش قوي وحوقع لي، ما تخافش. ده وحش متاكد ان هي كان وحش مش وحشه؟ والله يا باشا هو يا باشا بتاع بنت ده والله. ليه كمام كمان هنا؟ بص مكان الجزر. واو يا راجل، كل دي الجزر اللي احنا رايحينها، بس احنا طبعا لسه ليفل واحد غلابه. ياب بس من الصعب ان انت تجيب ليفل عالي. 15 30 60 90 يمين يعيش يا جدعان. يلا بني ادمين، ليفينو مخلص على الرجاله كلها ما شاء الله. ولا اوعى عاد ليفينو صاحبي. يلا انا مش عارف لغايه دلوقتي المفروض اقتل مين. كانوت اتاك بلايرز ان سيف مود، مش بضرب البلاير يا عم، بضرب الوحش. يا سلام، انا ما خدتش ليفل يا اسطى، انا بتضحك عليا، العيال دي بتسرق مني الوحوش. واه 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 واه، هو اخر هيت ولا كل الضربات؟ احلى حاجه في الموضوع ده كله ان الهيل بيرجع معاك من تاني، يعني انت ممكن تضرب وتتضرب عادي، بس الهيل بتاعك بيزيد والدنيا حلوه. يا ابني يا ابني يا ابني، مش خناقه هي، مش قفص هو، مش فرح. اهدى يا عم، في ايه ده؟ بيرقص ده بيشكل. ولا والله بيشكل يا عم، ايه اللي هو بيعمله ده؟ طورت نفسي ووصلت الليفل 12، وحاليا معايا سيف الكتانا. كيتانا كاتانا مش عارف والله اسمه. كاتانا كاتانا يا جدعان صح؟ كاتانا كاتانا، هو كاتانا هو. المهم انا شامم ريحه حد. واو وور بيس والله يا ابني، بص شميت ريحتك من المشوار. يا عم شفت عيني اللي حصل لها؟ ايه ده ايه ده يا صاحبي، ايه اللي حاصل في وشك ده؟ يا عم فيك كده، في سمكة نطت في عينيا. وانت ازاي اصلا تسيب حد يعمل فيك حاجة يا عم؟ يا باشا انت جاي في منطقة قلق وخطر، الناس اللي هنا كلها ما بترحمش بعض، لازم تبقى أقوى من كده شوية. يعني من الآخر كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جدع اللي في ظهرك ده؟ ما تستغربش ما تستغربش، ده أنا لسه فكرة بالنسبة للناس اللي موجودة هناك، أنا مش موجود أصلا يا صاحبي. يا عم أنت بقيت ساموراي، أنت بقيت نينجا، أوعى. يا عم والله العظيم أنا صدقني أنا لسه ولا حاجة، أنا كده 12 ده يعني حاجة كده بالحب في دقيقتين. المهم بقول لك إيه، بيقطع اللحمة ده من أول مرة؟ يا عم ركز معايا، لحمة إيه اللي أنت بتتكلم فيها؟ بقول لك إيه، طور من نفسك، لازم نروح نضرب الباندت اللي الناس بتضربهم هناك دول، عشان خاطر نقدر نطور من نفسنا شوية ونبقى أقوى من كده. أروح أخد كورس يعني طيب ولا أعمل إيه؟ تصدق أنت لازم لك كورس جوافة حقيقي، محتاج كورس جوافة. يا عم روح يا عم طور من نفسك، تعالى تعالى، أنت ليفل كام دلوقتي؟ انا ليفل واحد، بيقول ان انا على باب ربنا خالص. اوه لسه بدري معاك. طب تعالى تعالى، شايف الناس دي بتضرب في ايه؟ اوه بيضربوا بعض. لا 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 بيتمرن. لا 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 اجري. ما تخافش. اجري ما تخافش ما تخافش، دول اولادي بيتمرنوا. شايف الكنز ده؟ دول تعالى تعالى، انت رايح فين يا عم؟ سيبك منهم. ايه ده انت ما شاء الله 17 جنيه خطفت الكنز في لقطه. يا جدعان ما تضربوناش احنا يا جدعان، بيضربوا بعض بيتخانقوا مع بعض، مالناش دعوه. تعالى تعالى صح، تعالى احنا عم. شايف الشوب ده؟ لما يبقى معاك شويه فلوس تقدر تروح له تختار سيف. ده كتانا واقف على كام يا عم؟ 1000 جنيه ليه يا اخويا؟ يا عم عادي هنجيب لك غيرها، ما تبقاش اوفر. انا صاب يا عم وربنا. واحد بيقول لك ان انت نوب على فكره، واخد بالك؟ واحد بيقول لك ان انت نوب، عشان هو بيجري كده من مكان للتاني. طب انا لو عايز اتطور ويبقى عندي سفينه يا عم، هات لك سيف كتانا الاول عشان محدش يتريق عليك. تتريق عليا؟ ايوه يا عم. بس اجيب فلوس منين؟ قول لي اجيب قرش منين؟ انت معاكش 1000؟ ما
ما معكش 1000 معايا 970 جنيه. طب تعالى هنلاقي لنا كنز هنا ولا هنا. هتدورني 30 جنيه يا عم. تعالى دورنا على كنز. بقول له اقول لك على حاجه بس 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 اضرب وحوش. تعالى اضرب الوحش ده اهو. لا انت جاي تبع مين؟ جاي تبع مين؟ اصبر عليا يا اولاد الذين بيسرقوا الوحش. انت جاي تبع مين؟ اديله اديله ما ترحموش. انت اديله اهو. انا معايا 1006 جنيه. حلو روح بقى تعالى هاتلك سيف. عيب عليك. بص ده هطورك يا عم. عوض معوض. انا عايز كاتانا على طول. عنده عوض في الحياه دايما. عنده عوض في الحياه. بقول لك يا شوح ولا بس يلا شوح يلا سيبه يلا سيبه يا ده شوح يلا وسع هنزعلك يلا. ترفع عليا كاتانا. ترفع عليا كاتانا. عايز تموتني يا اسلام. بترفع عليا كاتانا. يا نهار اسود يا نهار اسود. احنا لازم نبقى قراصنة يا صاحبي. مفيش حل تاني. لازم نتطور من نفسنا. حاول توصل ليفل 15 وتعالى قابلني. ماشي هستناك. بقول لك ايه يا شبح معاك. يا شبح اللي انت فيه ده معايا ايه عيب عليك. بقول لك انا ليفل 19 وبتاع. انت ليفل كام دلوقتي؟ انا شفت في جيبك 5 جنيه هات. انت فاهم الموضوع. بقول لك معايا 13000 يا باشا. انت فين انت؟ انا معايا 6600 جنيه. انت عارف انا مين؟ وور. انا عندي حاجه واحده بس، ان المنطقه دي ما بقتش مكفيانا. انا حاسس وحوش هنا ضعيفه ومش حلوه. تيجي نروح عند الجزيره الجديده؟ يا احنا مستوانا جامد جدا يا عم. خلاص انت بقيت قوي وانا بقيت قوي. عندك مركب؟ لا بس الواد مودي انا شفت معاه مركب جديده تحفه. ايه ناخدها منه؟ اهو بص 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 شغاله هناك اهي يا ريس مودي. نضرب مين يا عم؟ ده جامد قوي. يا ريس مودي خد يا عم. يا عم استنى شاور له يا عم. يا عم حميدو. يا عم حميدو. ايوه ايوه دي المركب. السلام عليكم يا ريس. لا مركب ايه يا اسطى؟ فين المدافع؟ فين القنابل؟ فين الناس اللي عماله؟ فين الاجنحه يا عم؟ دي وان بيس. مدافع ايه وقنابل ايه؟ المدافع بتطلع بقهم واسنانهم. بقول لك ايه، عايز المدافع والاجنحه وكل ده؟ لحظه واحده. لا لا خلاص يا ريس حاك عليه ليه كده؟ لا حول ولا قوه. هيضربهم هيضربنا. عامل لنا مشاكل انت وقلق. بص هيجي يعمل لنا قلق دلوقتي يا عم. مش دي مش منظر مركب يا لهوي. غير الحق. ادي المدافع وكل حاجه انت عايزها. تعالى تعالى. بقول لك ايه، معلش انت شكلك كده بتحقق الاماني. عندك مركب بي ام دبليو؟ لا يا باشا ما تتقالش كده لو سمحت. ما قلتلوش برضه هتدفع لي كام. هندفع لك اللي انت عايزه. الشمس طلعت والمركبه جميله وشكلها تحفه. ريس احنا جاهزين نروح المشوار ده بعد اذنك يعني. حته كده انا 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 معايا شويه عضم. ما تقولش معايا، اهدى عشان هياخدوا منك. يا ريس خليك حلو وخدنا بعد اذنك يا ابني. ياخدوا مني على يا ابني. تعمل قلق انت. هتفق معاك اتفاق. هديكوا تشتروا حاجات بالعضم. لو طلعت لكم فاكهه هتدوها لي. ايه رايكم؟ لو طلع لنا فاكهه نديها لك من عينيا. قبل التوصيله ان شاء الله. عينينا اللي انت عايزه يا ريس. شويه فاكهه. موافق؟ طبعا انا نفسي انا موافق يا عم. طبعا في شويه جوافه. طيب الحمد لله ما خدتش السيف. ايه ده؟ ايه ده؟ واحنا هنطلع الطلعه دي؟ واه يا لهوي يا لهوي. استنى بس كده. واو اضرب. المدافع شغاله. ايه المدافع شغاله يا ريس؟ يا عم انت سوق عدل بعد اذنك عشان انا ما بحب الغباوه دي. ما بحبهاش. سريعه جدا. بص ده وصلنا يا ربنا. عيب عليك يا ربنا. ايه الناس دي؟ انا شايف فلوس ثواني بس كده. لا 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 اهدى. الفلوس دي بتاعت 250 جنيه. الفلوس دي بتاعتنا كلنا مع بعض. 250 جنيه يا سلام. دي جزيره جديده مطوره. يا سلام بص الشياكه. وعندهم مفوره بس ثانيه واحده. هو فين الوحوش؟ مش شايف وحوش. لا والله العظيم يا اخي انت جاي تستحمى. انت يا عم. يا عم حلوه الميه. لا يا عم عايزين نطور نفسنا يلا. والنبي يا ريس قول لنا فين الفاكهه. عايزين فاكهه. هنا بتكلموا الراجل ده بالبون ممكن يطلع لكم. سلام عليكم. حظكم بقى حلو. ممكن معانا شويه عض. انا هحاول اخد شويه اي حاجه. بسم الله. تفتكروا يا جدعان انا هاخد ايه؟ هعملها ايه راندوم. راندوم بسم الله. ايه يا عم انا جالي 10 دقايق اكس بي زياده يا ولد. انا عايز العب مبتدئ وانا كمان يلا بسرعه عشان نلحق ناخد الاكس بي. واحده كمان انا لسه معايا كتير قوي. يا سلام انا جالي 12000 جنيه. انا غني. واو عايش. وانا جالي انت بتهزر. انا جالي زيك يا باشا. انا قاعد بتضحك علينا والله. انت يا عم انت مهكر اللعبه يا عم. انا عايز تفاحه ولا برتقانه ولا اي حاجه. يا سلام كمان 6000 يا جدعان انا ينفع اشتري تفاحه والنبي جدعان. عند الراجل ده ممكن نشتري تفاح. تعال نجرب كده. بصوا يا جدعان التفاحه هنا هتبقى بشيء وشويه. ايه ده؟ هنا اسلحه. بيقول لك ما معكش حاجه اتكل على الله. ولا بس انا جالي حاجه هنا. انا مش عارف ايه دي. مش عارف ايه الحركه دي. يا دبله
انا فلوس انا اسف وانا ما اشتريتهاش. ايه ده اشتريتها ضاعت مني فلوس يا لهوي يا صوت الفلوس ضحك عليا خلاص ماليش دعوه يا باشا انا اوجريتي الدفره ماشي يا باشا عشان خاطرنا طب نجمع شويه كمان وهنجيب لك اللي انت عايزه بقول لك ايه مشكله تعالى بقول لك ايه عارف مجدد خلقنا الله احرار تعالى 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 بسرعه وور تعالى خلينا نمشي معاه عشان شكله عارف حاجات احنا مش عارفينها لا 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 انا اتزند وور يا ابن اللذينه خدت الفلوس يا وور حاجه عندي يا ابن اللذينه يا وور اشتكيني في ايه بص 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 بس بتضحك عليا يا وور خدت برضه الصندوق يا ولا يا جدعان حد يمسك وور بيست يا جدعان سيب لك حاجه ولا سيب لك الفلوس سيب لك ال 2 جنيه شايفه خلاص كده مفيش امل غير ان احنا نروح نطور في نفسنا شويه انا عايز اقول لك على حاجه عايز اقول لك على حاجه هتقول لي ايه يا عم انا عايز اتطور بقول لك ايه امشي يا عم انت بعد اذنك يا استاذ شامبو انت بقول لك ايه بقول لك ايه لما عد عند 3 2 1 نروح نسرق السفينه بتاعت راجل السفينه بتتدمر يا باشا السفينه بتتدمر يا عم ما بتتدمرش وربنا ما بتتدمر بسرعه يا عم يا باشا الريس راكب على السفينه هنزعل والله لا خليه احسن ايه بقول لك يا ريس يا ريس ايوه في استاذ عايزاك هناك لحظه شوفها ربنا بسم الله شغلانه سودا شغلانه سودا اجري وور اجري وور هيلحقنا اجري وور بقول لك ايه وزراعيه يا لهوي مش انا يا ريس مش انا انا اسف انا اسف يا بويا يا ربنا ما تخلينيش تقلب عليك مروحه انا خلاص في فلوس ثانيه 200 جنيه كمان الحمد لله ربنا يزيد ويبارك انا عايزين نشتري فاكهه يا ريس حاسس ان انت واخد كل الصناديق بتاعت المدينه وده مش طبيعي صح احنا عايزين نطور نفسنا يا باشا انا لازم اجيب فاكهه بقول لك ايه وور نعم انت لو قررتها تاني هقطعك شرايح خليك شاورما ايه ده احنا بنضيع الدبل اكس بي يا عم انت وهو ضيعنا الوقت بتاع الدبل اكس بي ودينا الوحوش تعالوا بسرعه يلا بينا بسرعه ادي يا فلاح يلا فلاح يا باشا ده قلب نينجا يا باشا خلي رجلك يوم ازرق وور لما يخاف طلع عينينا يا جدعان عشان نوصل للرقم ده يعني مبدئيا كده 35000 اللي معايا وور معاك كام؟ انا معايا 27800 جنيه و54 قرش خلاص يا عم تعالى بقى خش مع المعلم مودي كده والرجاله نشوف الفاكهه اللي هتطلع لنا ايه بص يا جدعان هي دي المرحله الثالثه في الجزيره بتاعت القرود هنبص نلاقي فيها فاكهه ثانيه واحده هو احنا ما احنا في جزيره القرود معنا كده احنا قرود يا عم احنا جايين لجزيره القرود يبقى مش احنا القرود اكيد يعني ركز اهو ركز بص 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 انا هشوف انا الاول انا حظي يطلع لي ايه ماشي انت جاي تتعبني صح طب دوس أوه. واحد اثنين ثلاثه اهدى يا مودي اهدى لحظه ايه ده يا عم ايه ده طلع لك ايه بقى اداني بتاع دي بس اعمل يلا اكلها يلا ولا حلوه حلوه انا عارف حلوة. دي حلوه دي بذرة تزرعها تدفن شجرة أوجاعي تطرح تطلع شجرة مش عارف ايه ارجع لويجز واعرف الكلام انا اكلتها يلا انت بقيت مصنوع من الدخان فين بقى الدخان اللي هو اتصلع منه يا وور يا ساحر يا ابن اللذينة يا ساحر يا ابن الايه دي جامده جدا بص بص سنشي عايز اريح بس يا جماعه معلش سنشي دايموند عايز واو بص سنشي بيقلب دايموند بومبو بومبو ايه يا باشا ايه يا باشا انا ليه والله ليفينو ليفينو وا وده احنا اسفين يعني على يا اسطى انت واكل كروم انت بتعمل ايه بس يا لهوي لا 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 الدور عليا الدور عليا يا جدعان ابوس ايديك ادوني فرصه ادوني فرصه بسم الله بسم بومبو الله بومبو لا مش الدرجه دي هيطلع حاجه بقى ايه ما يعلم بيها الا ربنا بص بسم الله هنشتري ها مش عارف بقى مش عارف ايه اللي طلع لي بس يعني هي دي ما هذا ايه العظمه دي عظمه بجد ولا بتهزر بجد والله فكت النار اه والله هيحصل فيا ايه طب ايه افتحها كلها اكلها ماشي على طول يا عم كل ايت ما فيش ايت يا باشا حصل ايه بقى ما حصلليش حاجه بقى ظل حاجه في البتاع في الانفنتوري طلع تحت كده ادوس يعني ولو حصل لي حاجه يا عم دوس بسم الله انا اسف يا رجاله انتوا اصحابي انا اسف يا الله اتعملنا باربيكيو انا ما خدتش بالي والمصحف ما خدت بالي يعني مودي دي حاجه اسطوريه ولا انا مش اسطوريه بس حلوه قوي دي هتعمل معايا ايه طيب هتعمل معايا ايه يعني احنا كده بقينا دخان حلوه تعالى بص على ورايا تعالى ورايا وريك تعالى وريني يا خلي الويت كده يضربوك اخليه يضربني ولا اضربه شوف مش هيضربك مش هيقدر يعمل لك حاجه اصلا بس انا اقدر اضربه
ما بص بص مش عارف يضبوه. بص ايه ده ما بيضبنيش. تعالى ولا انا ولا وور يا حلولة. انا معايا عايز جاي داخل عليا عايز تضربني يا ولد. ده وور بقى جامد يا عم. طب احنا جامد. انا اسف يا رجاله انا اسف. النور يا عم. لا اله الا الله. انا احب الحاجات دي قوي. استنى يا عم اضرب وحش يا عم. ايه انا من ساعه ما انت عملت النار ديت وانا حاطط ايدي على بوقي. يا لهوي ليه دي جامده ليه؟ تعال بقى شوف انت شوف انت يا باشا. مش فاهم انت انت تلعب حاجه دلوقتي. اه ده انا بعلى بسرعه جدا بس قويه جدا بس عايزها تتلفل يا باشا. بعد ما تتلفل انا ممكن اكلها يا مودي ولا دي تبقى وحشه؟ بلاش دي. حط بوينتات. حط بوينتات. احط فين بقى؟ في بلوكس فروت. فاكهه بلوكس فروت. 27 يا باشا 27 بوينت. احنا هنخربها. اوه 28. انا حطيت انا حطيت انا كمان. يلا انا كده كسبت ايه؟ الستر والصحه. كسبت صلاه النبي. سقفي معانا يا ست الكل. بقول لك ايه انا عايز اصرخ هنا ازاي؟ انا بيت رهيب ولسه اول يوم. الله عليك. ايه ده حتى الماتشات يا عم ده بقى تحت مطمط. ايه الرعب ده يا جدعان؟ ده احنا بقينا جامدين جدا على فكره. بس وور عايزك في كلمتين بعد اذنك كده. تعالى معايا تعالى بس معايا تعالى معايا. ايه عايزني في ايه؟ اتفضل. بعيدا عن الناس دي احنا في حوار كده لازم نعمله مع بعض. ركز معايا. بص العيال دي انا شفت مكافئات محطوطه على راسهم في المدينه هناك. فاحنا ممكن نروح نشوف المكافئات ونشوفها يمكن نكسب حاجه وناخد المركب بتاعنا. لا دلوقتي. احنا ممكن نحول من قراصنة. بص في حد جاي في حد جاي في حد جاي من السماء. ايه ده في حاجه؟ بص بقى هجيب انا واحد شاورما فراخ وانت واحد شاورما لحمه. بس هنجيب اكل يا رجاله وجايين نستاذنكم. هنجيب اكل. انا عايز حاجه. يلا بينا نجيب اكل وجايين. يلا بينا يا رايح. تعالى يا باشا تعالى يا باشا ورايا. تعالى يا باشا. خفش يا باشا تخفش. اجري يا وور اجري يا وور. سوق السفينه واطلع بينا بسرعه على هناك. هوريك انا في المدينه هناك. المركب المركب مركبي يا عمرو في الثلاجه. اجري بسرعه اجري يا اسطى اجري. بص يا عم وور احنا ممكن نخش من هنا ونبقى ايه في تيم تاني والتيم ده نصطادهم يا معلم. يلا بينا عليهم باونتي والله هنكسب. انا عايز اقتل ودر ابو خواجه. تعالى بس تعالى. لا مش بالسيف خليك بقى بالقوه الاسطوريه بتاعتك تحت النار عشان ما يقدروش علينا. بص انا وانت ونختار واحد فيهم ونختار واحد واحده على جنب. بقول لك ايه في واحد فيهم بص بيجري هناك اهو. تعالى معايا تعالى معايا. شغل السرعه شغل السرعه. هات الولد ده هات الولد ده بسرعه بسرعه بسرعه. جاهز؟ اديله. انا هخش على عميل. اديله قلبي اديله قلبي. خد يارا خد يارا. تعالى يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه. اديله 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 بسرعه. ما استناش ما استناش قبل ما اصحابه يجوا قبل ما اصحابه يجوا بسرعه. يا لهوي اصحابه جايين يا وور. اجري يا وور اجري يا وور. شكلها هيبقى وحش قوي. يا لهوي السفينه راحت فين؟ اهرب يا وور انا ماليش دعوه بيك يا اسطى.